لو حتتكلم عن امرأة رومانية، هاي الامرأة عمياء تفصل بالعدالة والمساواة بين اي رجل وامرأة. هذه الشخصية كلش معروفة معروفة برومانيا وبريطانيا. فرسمتي هاي اللوحة، هذه الامرأة تتمشى بشوارع بريطانيا وشايلة ميزانها اللي يفصل بالعدالة والمساواة بين كل الخلق. توفت هذه الامرأة، فالرومانيين والامريكان سووها نصب وتماثيل ولوحات هواية، فما لقيت شخص مناسب وشخصية مناسبة للموضوع المساواة بين الرجل والمرأة غيرها.